السلام عليكم ورحمة الله في قناة أردو سبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. كالعادة لاسومبلي جينيرال اللي داروها اليوم في بنين تسوس، مدور تكلم بعد ما درت فيديو حطيتها تعليقات كانت، حسيت الشعب الجزائري كله ضد هذه المصادقة هذه اللي داروها تاع الأدبي والمالي، وافقوا عليها قال لك بالأغلبية وبتاع. نحكينا اللي يحب يشوف الفيديو يرجع واحد قبل هذا راهو يشوف فيديو، على كل حال تفاعلوا معه بزاف الجمهور الجزائري، بارك الله فيهم على التعليقات. يعرفوا الجزائريين فقط باللي زعما ماشي فقط على بالي، على بالي باللي فايقين لهم من البكري فايقين لهم. اليوم التعليقات زيدوا شوفوها، اللي دخل دوكا شاف ديريكت مود فيديو يشوف اللي قبلها، يشوف التعليقات ويعلق ويشوف الفيديو ميم طون يعرف واش هضرنا. على كل حال دوكا جا مدوار بكل هدوء سناوة ما نهضروش في الشخص، حنا خلينا كي قلنا مدوار ماشي الشخص انا ما يهمنيش، الشخص عادي، لكن العمل ما كاش. انا نهضر على العمل اللي يزغود قدام ما كاش لي روطار في لي ماتش. اسمعوا كيفاش رمى لابال رؤساء الانديه، رمى لابال لي جوار، رمى لابال للانديه، رمى لابال، وسع على روحه يعرف يتكلم، وسع على روحه خلى روحه جابد اللور وكل شيء، رجعوا على رؤساء الفرق واللاعبين. اسمعوا معنا كيفاش برا كاع الموقع اللي راهو فيه تاع الرابطه، هو رئيس الرابطه الجزائريه لكره القدم، برا نفسه خرج كومبلي، خلى كل شيء في ارملهم لابال في الديزوي ديالهم اللي جوا رؤساء النوادي. اسمعوا مليح الفيديو وشوفوا كيفاش الانسان كيكون يعرف يهضر، كيفاش يبعد عليه الضغط، بعد عليه الضغط 180 درجه 180 درجة، ديجا الطاق بنحسبو بالدرجات، بعدوا عليه قس 2000 كيلومتر. اسمعوا معنا الفيديو وتابعوا معنا وشوفوا لاني غلط. كل هدوء. من حسن إلى أحسن ونخرجوا شوية، ماشي فيها يدي بروبوزيسيون في لاسومبلي، بروبوزيسيون كم شفتهم احنا درنا، يعني رابطة المحترفة دار دي بروبوزيسيون باري كري. Ils étaient présentés aux membres de l'Assemblée générale. Les propositions ils sont prises en considération par la fédération. On a fait les gens qui ont été mis en place. Nous avons fait le modèle. Mais je suis dit que c'est des propositions, c'est des points. Par exemple, maintenant, il y a un je vois pas يعني la fédération algérienne اللي فيها يعني واحد القانون تاع لا contestation de décision. C'est le seul pays au monde, c'est la seule fédération au monde un joueur il y a un carton jaune il est suspendu automatiquement. مثلا هنا او بدا يطبع. اسمعوا معنا شوفوا فصحة اللسان اللي عنده كيفاش يبعد الضغط عليه. شوفوا لكن احنا كشعب نفيق تابع هضرنا على البرمجة الاحترام، يعني ماشي اليوم انت راك داير برنامج ومن بعد تجي كي سيليكسيون هكذا ولا ان روغروبمون يطيح من السما 24 ولا 48 اور افون لا كومبيتيسيون، يقول لك هذوك عندهم ثلاثة هذوك عندهم أربعة المصلحة الوطنية كي شامبولي ثلاث شهور راحوا لنا من البروغرام، سمحنا نلعبوا في جوي. هذا يعني في النقطة هذه جي سولفي دوفون يعني البيرو فيدرال ولاسومبلي جينيرال، نتمناو باش ياخذوا هذه الأمور بعين الاعتبار، لأن اللي ما يحترمش البطولة تاعو ما يحترمش كرة القدم الوطنية، باسكو حاليا نحسوا باللي نوتر شامبيونا إني با ريسبكتي. par les différentes sélections bon نستثني الا مي لي زوتر يعني ما ياخذوش بعين الاعتبار البرمجه اللي هي موجوده في كره القدم الالعاب العربيه اللي جايه العربيه. كنت نتكلم مع احد الاعضاء في لا دي تي ام قال لك حنا كنا رايحين نلعبوا ليسات ولا لي اوفا ولا جو فوا با يعني لا دانيير مينوت يجيبوا لك سيليكسيون هكذا ويعيطوا 3 400 من كل ايكيب رايحين ريدوير لو نومبر دي زيكيب اللي يلعبوا لو راس دو شامبيونا. احنا تمنينا كانوا يديروا كيما لي زوتر بيي كيما السنغال جازنا بلي اي 19 ولعبوا وداوها وراحوا، حنا فاني كنا ان بروغرام ويلعبوا بلي كيما السنغال جاو داوها وراحوا.
هادي او خبط ديجا الاتحادية الفوت. زيدوا تابعوا معنا، زيدوا مازال زيدوا تسمعوا. U19 ولا U17 ولا سيتي كومبيتيسيون ظن ضعيفه لهنايا يعني تاع كيفاش تصرفوا معاها؟ تصرفوا معاها مع عادي معليش سي بوان دوت فيفا تصرفوا مع عادي. المهم اللي ما يكونش عنده يعني اقل اكثر من ثلاث لاعبين اقل من ربع لاعبين يلعبوا عادي جدا. وكانت يعني لا ديتيان تفهمت وراحت يعني هذه سي باز ليست فينال اللي داروها راحت لا ليست تكون يعني اسرى ريفوار على بس ما يغيرش البرنامج اللي قمتوا به يعني مع رؤساء الانديه كانوا يتكلموا نهار اللي كانوا ياجلوا المقابلات ويبعثوا لنا ديزانترفونسيون مونستر باش ياجلوا المقابلات وكل واحد يغني على ليله. نظن اليوم باقي لنا 5 ماتش نكملوهم. انا جامري بيان تشوفوا لي زوتر نو فوازان برك يلعبوا تو لي 3 جور واحد ما يهضر واحد ما يبكي واحد ما يشكي. هنا مانيش عارف شنو باغيين باغيين كلش باغيين يلعبوا باغيين ما يلعبوش باغيين ما يهبطوش باغيين كاع يدوا البلاس كاليفيكاتيف. دابور نفهموا روحنا شنو رانا باغيين با نعرفوا وين نروحوا. صح اللعب العربيه هنا سمعتوا كيفاش راه كلش الانديه قال لك هما اللي دابلو دو مونديو باللي ما نلعبوش اليوم نلعبوا غدوه ومال بزاف ثلاثه لي ماتش بزاف كذا. كانها الرابطه راهي تخدم في خدمتها 100%. عندكم تاني باش ترجعونا انتم تعليقات جمهورنا الكريم. هل الرابطه الوطنيه لكره القدم اللي حاكمها مدور هل هي تعمل عمل جيد او لا؟ هاكو شتو قال لهم باللي ماشي حنايا حنا نديروا برنامج وهما يجيو يقولوا لنا ديكاليونا ماتش رجعوا لنا ماتش ربحونا ماتش خسرونا ماتش. هاك شوف اش كان يهضر ما نعاودش واش هضر. ليكم الجواب زيدوا سمعوا واش راح تسمعوا دوك. باش دير لكم تخلق لكم ما تخلقنا والو اللي عنده واحد زوج في لا سيليكسيون. من المفروض لا سيليكسيون تاع 23 كاع ما تكونش تكون اون اوتر كاتيجوري باسكو سا سي بيرتوربي ايزون بيرتوربي لو بروغرام دو دا شامبيونا. ونظن هذا هو قلت لك قلت يعني ما مشي لو موك دو كونسيدراسيون او شامبيونا ناسيونال. هذا هو يعني من المفروض عارفين باللي كاين من البرومي لو 15 5 ماتش روح دي نوتر كاتيجوري تلعب بها. يعني نظن هذه القبال الجو باناراب ماهوش مستوى كبير ماشي كيما الشان. والناس جاتنا بلي او 19 وهذا هو نهار نعطوا الاهتمام. الشان اللي تلعبت هنا في الجزائر ودارت ضجه عالميه حتى في قناه امريكيه اخي هضروا عليها الجزائر عرفت تروج لهذاك الشان قال لك الشان ماشي حاجه كبيره جابوها لي او 19. زيدوا سمعوا امام للشامبيون ناسيونال بروفيسيونيل ذاك الوقت هذا هو يدخل في اطار الاحترام. لان يعني كاين برنامج وانايا انا كي ندير يعني سيليكسيون ولا ناخذ بعين الاعتبار البرنامج المستطر من طرف الرابطه المحترفه. وكان مطروح حتى المكتب الفيدرالي امور عاديه وتجيك هكا سبونطاني سيليكسيون تجيك في لو طون مور في طون اديسيونيل. نظن هذا سا بيرتورب وهذا هو اللي يفتح المجال رؤساء النوادي لان كاين فرق تلعب على النزول يقول لك سي لوكازيون باش ما نلعبش وباش ما نديرش وباش نقدر الهبطه ما تكونش ومن حقهم يخمم. انا فريق تاعي يلعب على الهبطه نحاول بكل الطرق باش الشامبيونه تحبس هذه وكلمه تاع الشامبيونه تحبس ما زالت كاينه هذه الهضره. انا نخلع كي نسمع كلام كيما هكذا سورتو كي تجينا من وعد الفرق اللي يضرب بها المثل. وانتم يعني حللوا وناقشوا. كانش لكم تواصل مع لا دي تي ام تحبس. والله لم اجد الكلمات صدقوني غير خلاني بوشي لم اجد الكلمات. كلش رجع الانديه كلش رجع رؤساء الانديه كلشي برع نفسه ورمى لهم لا بال عندهم. انا غير نعاود فيها وراني غنقولوا لك غير زيدوا سمعوا الفيديو. كاش تواصل بزاف امور اللي يعني راهي ناقصه. انا لو مود اوردر احترموا برمجه المحترف الاول وخذوا بعين الاعتبار البرمجه اللي مديوره من صافي لونطون يعني من زمان. هذا هو المشكل اللي راه كاين. نتمنى الخير احنا لكره القدم الجزائريه تاعنا. كان الرابطه دايره البرنامج ودايرته عادي وعادي عادي ما كان حتى مشكل. البرنامج دايرته مسكن مليح
والأندية هي اللي تخسر في البرنامج. أنا هكا فهمت، الأندية هي اللي تخسر في البرنامج ورؤساء الأندية. كل حال زيدوا تابع معنا واش قال مدوان. ولكن لازم يكونوا تغييرات ويكون يعني يعني امور جديه مستقبلا، ويكون تشاور بين الهيئات، لان احنا منظومه واحده، ما لازمش كل واحد يشوف من جهته. وهذا المشاكل اللي وقعت لنا هذا الموسم تقريبا ثلاث اشهر، يعني بين الاي 23 بين اللي لوكو وبين يعني هذا الفرق اللي مثلا اتحاد العاصمه اللي في النهائي راح لنا 15 يوم، في الاستدعاء تاع اربع لاعبين راح لنا 15 يوم. وهذه اخ مدوار سؤال، علاش في اوروبا ما يلعبوا كلش وما يروحوا لهمش 15 يوم؟ هذه اللي انا حاب ندخل لي بها راسي، علاش علاش اوروبا علاش ما نروحوش لاوروبا؟ بالك طلعوا غير لمصر، مصر فقط تروح تلقى مامام يلعبوا كلش وجابي قالوا عندهم لي ماتش روطا 15 يوم 20 يوم. يا اخي تقول بلاكم سقمينا بلاه، ديروا حسابكم الكلش هاكو رابطه يا محمد زيدي، هاكو رابطه لحسابكم كلش. ليكيب ديالي راهي تلعب، الياسما راهي تلعب، نحتملوا بلي الياسما راح تطلع ونديروا لها حسابها ونحطوها تلعب وما يكونوش مقابلات متاخره. زيدوا تابعوا معنا زيدوا، ما كلش عليها على كل حال. غلطة ماهيش تاع الفيدا، ماهيش تاع الرابطة، ماهيش تاع النوادي، يعني أمور اللي كنا قادرين نتجنبوها ونكملوا في الماتش. قال لك الرابطة ما راه، قال لك المشاكل هذه ماهيش على الرابطة، ماشي الرابطة اللي دارتها، ودوك قال لك ماشي النوادي اللي دارتها. مع الأول كان يقول لك رؤساء النوادي واللاعبين وكذا وكذا وكذا. شكون اللي دارها أخ مدوار؟ شكون اللي دارها؟ سؤال، شكون اللي دار هذه الأخطاء اللي خلى الشامبيونة ديالنا مازال ما خلصتش، النار يتشعل؟ شكون اللي دارها؟ زيدوا تابعوا معنا الفيديو. يعني كما كان مستر من قبل، ولكن الله قلت لك كل واحد خصوصا عقوبة سي زرواطي رئيس شباب الثورة، قال بأنه تم رفع عقوبة ديالو وحضر الأشغال بشكل عادي، هل من توضيح؟ نظن رئيس اللجنة تاع الطعون هو اللي يقدر يوضح لك، ولا رئيس الفيدرالية، يعني هذه هيئة تابعة للفيدرالية الجزائر لكرة القدم، احنا ما عندناش يعني مسؤولية ولا قرار نقولوه، ما عنديش كيفاش ندير نعلق. أنا عضو في الجمعية العامة، جيت حضرت اليوم وأنا ماشي من اختصاصي شكون اللي يحضر شكون اللي ما يحضرش، شكون اللي كان معاقب شي معاقب. شكرا لك مدوار، تهزيم اخير جمعيه شلف فازت بالكاس. مبروك 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 على الجمعيه. ماركو سمعتوا معنا الفيديو تاع مدوار، مدوار تكلم والرابطه قال لك تعمل عملها وكل شيء تمام، وأكد انه المشكل ماهوش من الرابطه كاع، هذا المشكل تاع تاخر المقابلات، ومنا حلنا المشكل تاع من انت اللي تحكم يا غيرك، انت اللي تحكم، انت اللي تحكم في الرابطة، انت اللي تعين، انت اللي تدير، انت اللي تدير لي ضغط على لي ماتش، انت اللي تحسب من قبل ما تبدا البطولة قد تال ضغط كاين روتور كاين كذا، بالك حتطلع تاليكيب راح تلعب تشامبيونز ليغ نديروا لها بلاصتها هنا، انتوما انتوما كلش حسابات. علاش اوروبا ما يطيحوش في هذا الروطار؟ علاه علاه وجامي ساعة 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 تاع الروطار تاع ماتش ما تشوفهاش، ساعة ساعة ما كاش ما كاش ما كاش، كلش مخطط. سما هما عندهم نهار فيه 48 ساعة نهار، وحنا عندنا نهار فيه 12 ساعة يخلص تمتم النهار في الجزائر، حنا تمتم تمتم يخلصوا النهارات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا نقول كما قلت من قبل، كل شيء يروح وكل شيء يتبدل، نقطة إلى السطر، كل شيء يروح وكل شيء يتبدل. عييت من الهضرة، عيينا من الهضرة، مام الشعب عيا 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 من هذا المهازل. الشعب ماذا به يشوف مباريات في اعلى مستوى، ما كاش لي ماتش روطار، كل حاجه في بلاصتها، فريق يلعب كاس افريقيا يروح يولي يلعب المقابله ديالو عادي عادي كيما اوروبا. اخي احتراف، اكو تقولوا احتراف كي احتراف، كاين الله يبارك جمهور كاين، يا ما تربي كاينه الحمد لله، دير لي ماتش ديالك يتلعبوا، تتهنى من المشكلة هذه. هو قال لك باللي كان داير لهم طيب يشكو يقول لك نعياو، سمعتوا؟ ما ضمنيتش ما ضمنيتش يقول لك نعياو، لأنهم ما كانش اللي ما يحبش يلعب كرة قدم، لي جوار لازم تولفهم توليفة، حتى وين تولي له توليفة، يولي حتى اللاعب كي تديه ليكيب ناسيونال تلقاه واجد بدنيا تقنيا. احنا راك تشوفوا مدور رئيس الرابطة
رئيس رابطه كره القدم الجزائريه بعد عليه كلش، قال لك احنا ما راناش غالطين في حق البطوله الوطنيه، احنا درنا كاع اللي علينا، المشكل راهو في رؤساء الانديه، والمشكل راهو في اللاعبين، والمشكل راهو في 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 في. شكرا لكم، شاركوا في قناه عبدو سبور، مازال هناك فيديوهات اليوم. بارك الله فيكم، سلام.